بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم إخوتي أخواتي سادة الصحفيين مرحبا بكم في النقطة الصحفية اليومية لجائحة كورونا وفيها اليوم 52 إصابة جديدة من بينها 44 مخالطة حالة مجتمعية واحدة 7 حالات وافدة وفيها كذلك 39 حالة شفاء ونأسف لتسجيل حالة وفاة في 24 الأخيرة الساعة الأخيرة نسأل الله أن يتغمد صاحبها برحمته الواسعة عدد الحالات إجمالا وصل إذن إلى 4879 من بينها 4593 حالة مخالطة 134 حالة مجتمعية و152 حالة وافدة كما بلغ عدد حالات الشفاء 1844 وكذلك 130 حالة وفاة رحم الله الجميع وشفى المرضى الحالات النشطة اليوم عددها 2905 من بينها 2441 بدون أعراض و457 لديهم أعراض خفيفة وسبعة يحتاجون الرعاية أما عدد الفحوصات فكان اليوم 363 من بينها 117 للمتابعة و246 للتشخيص وهكذا بلغ عدد الفحوصات 44713 في اليوم الأخير الفحوصات تتوزع على النحو التالي 19 من الحوض الشرقي 3 من الحوض الغربي 7 من العصابة 3 من قرقل 21 من البراكنة فحصان من ترارزة 9 من أدرار 11 من واذيبو 6 من تقانت 7 من قديماقة 7 من تير الزمور 109 من نواكشوط الغربية 65 من الشمالية و94 من الجنوبية الحالات الجديدة تتوزع على النحو التالي حالة واحدة من النعمة حالة من ألاق 11 من بوقة 2 من وذيبو 1 من الكسر 4 من تبرق زينة 9 من دار النعيم 4 من تيارت 6 من توجونين 6 من عرفات 4 من الميناء وثلاثة من الرياض. Chers citoyens, chers journalistes, bienvenue au point de presse quotidien sur la situation épidémiologique du Covid dans notre pays, comportant aujourd'hui 52 nouveaux cas, dont 44 cas contacts, un cas communautaire et 7 importés. On a enregistré également 39 guérisons et on déplore un décès, yarhamuhullah. Le nombre total donc de cas a atteint 4879, dont 4593 contacts, 134 cas communautaires, 152 importés, et le nombre de guérisons a atteint 1844, alors que les décès, on en a enregistré jusqu'ici 130. Les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 2905, dont 2441 sans signes, 457 avec des symptômes légers et 7 nécessitant un suivi rapproché. Quant aux tests, on en a réalisé 363 au cours des dernières 24 heures, 117 de suivi, 246 de diagnostic. Ainsi, le nombre total de tests a atteint 44 713 et les tests des dernières 24 heures se répartissent comme suit entre les régions 19 du Haut Sharqi, 3 du Haut Larbi, 7 de la Saba, 3 du Gorgol, 21 du Brakna, 2 du Trerza, 9 de la Drar, 11 de Nouadhibou, 6 du Tagan, 7 de Guidimaka, 7 de Tirzamour, 109 de Nouakchott Ouest, 65 du Nord, et 94 d'ici. Les nouveaux cas se répartissent comme suit entre les Moukataa, Nema 1 cas,
Alleg 1, Bogué 11, Nouadhibou 2, Le Kfar 2, 1K Oksar, Tevragzena 4K, Darnaim 9K, Théard 4, Toujounine 6, Arafat 6, Elmina 4 et Riyad 3. السلام عليكم ورحمة الله وإلى غد إن شاء الله. تابعتم معنا وقائع المؤتمر الصحفي اليومي للمدير العام للساحة العمومية والذي تحدث فيه اليوم عن إصابة أو تسجيل 52